صراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اشتباه فيه. استقيم بكل معاني الاستقامة. بخلاف الطرق الأخرى فإنها غير مستقيمة بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي إلى نجاة. خلاف الصراط المستقيم فإنه يؤدي إلى النجاة. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم، على حسي. الصراط الحسي يمر الخلائق بالفوق يوم القيامة. وأحر من الجمر يمر عليه الخلق بحسب أعماله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا: ولا يسلك على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. والصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا. ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ضل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه. فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأقامه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهى عن غيره
من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه. بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد. ولذلك كثرت السبل، والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير بين هذه السبل وين يروح. أنت لما تمشي مع الطريق قاصد إلى بلد مثلا، فإن كان هذا الطريق منفردا أنت ما تضيع أبدا، تمسك هذا الطريق لما توصل البلد. لكن إذا صار قدامك طرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا تبي، فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تدري وكان يوديك البلد الذي تريده، هذا يبعدك وهذا يردك وهذا ينحرف لك، هذا الشيء المحسوس، فكيف بالشيء غير المحسوس؟ ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لأنها لا نهاية لها. وكثرة السبل تضيع السالك، وانفراد السبيل يهدي السالك. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ذكرهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جمع نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق، ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع صديق، والمراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ في الصدق، المبالغ في الصدق والتصديق، هذا هو الصديق، المبالغ في الصدق مع الله والمبالغ في التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق، المبالغ في الصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. فالصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم أعلى الطبقات الأمة بعد الأنبياء الصديقون. والشهداء جمع شهيد، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موته، تشهده الملائكة عند موته وتتولى جنازته، وسمي شهيدا أيضا لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة. وقد قالوا إن الشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، ف
فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم في غير قتال، كالذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق، الذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق من المؤمنين، والمرأة إذا ماتت في قطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها، هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التغسيل والتكفين صلاة عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، يتركون في دمائهم، يتركون في دمائهم، لأن دماءهم شرف لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها لشرفها وفضلها، ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي الغال الذي غل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله، أخذ من الغنيمة قبل أن تقتل، فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وقصد جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه، لو أن إنسانا جرح في المعركة، جرح في المعركة جرحا خطيرا إلا أنه لم يقتل فقتل نفسه كحالة الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله، فهذا شهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا ولكن في الآخرة لا يكون شهيدا إلا إن غفر الله له وتاب عليه. فالحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين، الصالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء سائر المؤمنين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه أعلى طبقات الخلق، أعلى طبقات الخلق هذه. فمن أطاع الله ورسوله صار معهم، صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربه وشقه، يحصل عليه التعب من الناس، ويخالفه الأكثرون فلا يستوحش من قلة المرافقين، لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيطمئن الإنسان وإن خالفه الأكثر
وإن آذوه وإن ضايقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصبر ولو لم يكن معه أحد، لأن معه أشرف الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عن ما جاء به المرسلون، لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين. هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات، وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة اهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة، وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له والسير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط، وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعدم للمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سليم ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر الآية. قوله رحمه الله قد دخل في هذه الجملة يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد شواهد لهذه القاعدة، لأن هذه قاعدة جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، هذه قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عن النقائص، والإثبات المراد به إثبات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص في وجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة،
فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة سيأتي ذكرها وبيانها. وخبر هذه الآيات بسورة الإخلاص وبآية الكرسي. سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها خلصت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها الخبر عن الله، لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلمي الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت لهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد، ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، ثبت ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وفسرها الإمام ابن القيم بتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور في أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين. وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، له رسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص. وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها ولماذا تعدل ثلث القرآن. كما ذكرت لكم الشيخ تقي الدين ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ذكر فيها أقوال العلماء بلغت مجلدا ثقيفا. خلاصة ما ذكر الله أعلم أنها سميت كأنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام، القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، ما يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني ما يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة والجنة والنار، قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي
للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تشير إليه في الدار الآخرة. هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام من بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية بيان الحلال والحرام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام. الأحكام يعني الفقهية. فسورة الإخلاص خلصت للقسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل، فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها، فأعجب ذلك هذا الرجل واستغرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يحكم قراءته يختم قراءته بسورة الإخلاص، فقالوا له في ذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ شيء من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حالة هذا الإمام، فسأله النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. لأن الله قال له قل فقال للناس. سمعنا من بعض
الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحذف كلمة كل من كل هو الله أحد ومن كل أعوذ برب الفلق ومن كل أعوذ برب الله. يقول ما له داعي تذكر هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر كفر بالله، لأنه يريد أن يحذف شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها تدل أيضا على وجوب الجهر بالتوحيد، وجوب الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، عكس الذين يقولون لا تذكروا التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى الكبوريين، الناس كلهم مسلمون، وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس، يفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليهم، لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد، وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك، من أجل أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد، من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وشرحه للناس وإيضاحه للناس. ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا يعتبر هذا تنفيرا، وإنما يعتبر هذا تعليما، يعتبر هذا تعليما. وإلا ما الفائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل؟ لا فائدة من ذلك، التسمي بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة. قل يا محمد هو الله أحد، هذه جملة، الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا مبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، فلا مانع من تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرة، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هذه جملة، الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، ولا مانع من تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرة، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد أي لا شريك له، أحد أي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أبلغ من واحد، أبلغ من كلمة واحد، أحد أبلغ من واحد. قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله، وإنما يأتي لغير الله على سبيل النفي فقط، فتقول ما في الدار أحد، ما حضر أحد، ما جاء أحد، ما رأيت أحدا،
أحد لا تأتي في الإثبات إلا لله، كما هنا الله أحد هذا إثبات، أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النفي كما ذكرت لك. فقوله الله أحد هذا إثبات. الله الصمد هذه جملة ثانية. الله الصمد، الصمد له تفاسير كثيرة ولكنها مترادفة من حيث المعنى. فسر الصمد بأن المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الآيات التي بعده مفسرة له، وهذا تفسير جيد لأن أجود التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. فمعنى أحد لم، معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون بقية سورة مفسرة بقوله أحد، مفسرة لقوله الصمد، مفسرة لقوله الصمد، ما بعده مفسر له، وهذا تفسير جيد ومروي عن بعض السلف. فمن فسر به فهو حق، فيقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفسير الثاني أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وملكه وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، تصمد أي تقصد، تصمد أي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف يكون فقيرا يحتاج إلى طعام وشراب، الله جل وعلا غني عن ذلك وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو غني عن الأكل والشرب والحاجة إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا معنى الصمد، معناه الغني بذاته عن غيره. الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. وكلها تفاسير صحيحة، وهناك تفاسير أكثر من هذا وكلها صحيحة، معناها واحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، كلها تفاسير صحيحة. الله الصمد لم يلد، ليس له ولد سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، ورد على اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله جل وعلا لم يلد، ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد يشبهه، والله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له، الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين، والولد يشبه أباه، والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه وتعالى، لأن الذي يولد له بداية، كان معدوما، الذي يولد كان معدوما قبل ولادته ثم وجد بالولادة فصار له بداية، الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى.
فنفى أنه يولد، أنه قد ولد، لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى. أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد ويولد يورث، الذي يلد ويولد يموت ويورث، والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث، بل هو الوارث سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون مولودا من غيره، ولا يكون والدا لغيره سبحانه وتعالى، لا بداية له فلا يكون مولودا، ولا نهاية له، لأن الذي يلد يموت ويورث، ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له، كما قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الولد شبيه للوالد، ويرث الوالد في صفاته، يسمونها الوراثة، الأطباء يسمون التوالد الوراثة، توارث الآباء والأولاد في الصفات والأخلاق وحتى الأمراض والآفات، يسمونها مرض الوراثة، هذا بسبب التوالد. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المكافي، وهو الشبيه والنظير والشريك. الله جل وعلا لا يشبهه أحد، لا يكافيه أحد، أي لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد ولا يضاهيه أحد سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قوله هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك. هذا معنى لا وليس له كفوا أحد. فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النفي والإثبات. قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي الولادة والولد، ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى. فقد جمعت بين النفي والإثبات، فدلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وهي أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله، يمكن يسألونك أهل الجوائز وأهل الألغاز، يقول لك ما أعظم آية في كتاب الله، فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله، آية الدين. أطول آية في كتاب الله آية الدين، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف. طيب، وفي أعظم آية في كتاب الله، كيف الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ وما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ أما الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب، أول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب
أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: الله ورسوله أعلم. رد عليه المرة الثالثة فقال: آية الكرسي. قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهنك العلم أبا المنذر، اليهنك العلم أبا المنذر، لأنه أدرك الجواب، وهذا هو العلم الصحيح. هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بالعلم، اليهنك العلم أبا المنذر. فدل هذا الحديث على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الآية، الآية في اللغة معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة على الشيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آية يعني دلالة وعلامة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والخلق والنبات والأشجار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، آيات. لأنها علامات عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني سميت آيات، هي دلالات وعلامات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، ولا ناقص للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح، خبرها مقدر، تقديره معبود بحق. لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه، هذا لا إله إلا هو كلمة الإخلاص. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل، لأن هذا تفسير عن وحدة الوجود، لأنه معناها أن كل المعبودات هي الله. إذا فسرت الآية بهذا أو كلمة الإخلاص بهذا، لا إله أي لا موجود إلا الله، فمعناها أن كل الموجودات هي الله، وكل المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار هي الله، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا جئت سلمت بحق انتفى هذا الباطل. فهناك معبودات لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله جل وعلا، لا معبود بحق غيره سبحانه، وما عداه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله أثبت أن هناك من يدعى غيره سبحانه، ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو الله سبحانه وتعالى فقط. العبادات كثيرة والمعبودات كثيرة، ولكن العبادة حقا هي لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة، الحي ضد الميت، الحي ضد الميت، فمعنى الحي أي الذي له الحياة الكاملة. فلا يكفي أن تقول الله حي،
الله حي لا يكفي هذا، بل تقول الله الحي بالالف واللام لاجل الاستغراق، استغراق الحياه، اي الذي له الحياه الكامله. اما غيره فهو حي ولكنه يموت، غيره حي ولكنه يموت، اما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. القيوم، القيوم، القيوم صيغة مبالغة، فيعول. القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف يقولون. ومعنى القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره. وإن شئت قلت الغني بنفسه، الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه بمعنى أنه غني بنفسه، ومقيم لغيره بمعنى أن غيره يحتاجون إليه، السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله، لولا الله لسمي هذا المخلوق وانعدم، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، ولولا الله يمده، لولا الله، لولا أن الله يمده بالإمدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولا هلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيوم. والحي القيوم يقولون هما أعظم الصفات، الحي القيوم هما أعظم الأسماء والصفات، أعظم الأسماء والصفات، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، لأن صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه فعلية، هذه فعلية، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية، فالحي ترجع إليه صفات الذات، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال كلها. ولذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الحي القيوم ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام ولا تأخذه السنة. السنة هي النعاس، السنة النوم الخفيف وهو النعاس ويكون بالعين، أما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب، النوم الثقيل والغيبوبة الثقيلة هذه تكون بالقلب. الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم خفيف يسير ولا نوم ثقيل، لأنه الحي القيوم. وإنما النوم من صفات الناقص، من صفات المخلوقين لنقصهم ولنقص حياتهم ونقص قيوميتهم فهم ينامون. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام،
سبحانه وتعالى. فالنوم صفة نقص والنعاس وهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم. والنوم موت أيضا، النوم نوع من الموت، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل بأي شيء؟ بالنوم. النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم موت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت، ولهذا نفي عن الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا هذا نفي، أي لا أحد، من استفهام إنكار، معناه النفي، أي لا أحد يشفع عنده، أي يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده، عند من يملكها، هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. سمي الشفاعة لأن طالب الحاجة منفرد في الأول، فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صار شفعا بعد أن كان ذكرا. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها وسرا، فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصار شفعا بعد أن كان وسرا، فلذلك سميت شفاعة. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء حوائج الخلق ليست كالتوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يشفع عنده ولو لم يأذنوا، وقد يكونون كارهين للشفاعة لكن يضطرون إلى القبول لأنهم بحاجة إلى الناس، بحاجة إلى وزير، بحاجة إلى وزير يساعده، ولو لم يشفع ربما أن الناس ينقمون عليه وهو يريد التقرب إلى الناس. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الخلق بحاجة إلى الشفاعة عندهم لأنهم لا يعلمون حوائج الناس، لازم يبلغون عنها، الملك أو الرئيس أو الوزير لا يعلمون حوائج الخلق، يحتاجون إلى من يبلغهم عنها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، ما يحتاج إلى أن أحد يعلمه، يقول ترى فلان محتاج، ترى فلان يريد كذا وكذا، ما يحتاج سبحانه وتعالى، هو يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا حاجة إلى أن أحد يبلغ. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا يعلم حوائج الخلق، فلا حاجة إلى، لا حاجة إلى أنك تروح تحط واسطة بينك وبين الله، ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب، فلا حاجة إلى أن توسط بينك وبين الله واحد في الدعاء. إذا وسط بينك وبين واحد في الدعاء فمعناه أنك تصف الله بأنه لا يعلم عنك حتى يبلغ. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكنه سبحانه قد يأذن لبعض الشفعاء إكراما لهم، إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع، لا من أجل أنه لا يعلم، ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع. الشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون بإذنه بخلاف المخلوق فإنها تقع ولو لم يأذن، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك
فلا تجوز الشفاعة فيه. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة ولا يشفع فيهم أحد عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد العصاة الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنفع فيهم الشفاعة إذا أذن الله جل وعلا. ولهذا يقول في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهما للتوحيد. أما الكفار فإنه لا يرتضيهم، ويقول سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول. ويرضى، هذا الشرط الثاني. يأذن الله لمن؟ للشافع. ويرضى عمن؟ عن المشفوع فيه. هذان الشرطان. فبذلك افترقت الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند المخلوقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه وصف الله بالعلم المحيط بكل شيء. ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم. فهو يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، محيط بهم. ولا يحيطون بشيء من علمه. أما المخلوقون فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، العلم كله لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسمع. فالمخلوق إنما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام يقول الله وعلم آدم، آدم ما حصل على هذا العلم من ذاته، وإنما بتعليم الله وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. فالعلم لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحصل على شيء منه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم كله لله سبحانه وتعالى، وإنما يحصل العلم للبشر أو للملائكة بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقيل معناه والله أعلم ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن الله وأسمائه وصفاته إلا ما علمهم الله، كما قال تعالى ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو يعلم الخلائق والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى إلا ما علمهم الله عن نفسه سبحانه وعن أسمائه وصفاته. فلا يجوز القول على الله بلا علم، لا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله إلا بما وصف وسمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره كما سبق. والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان. فالمخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في أسماء الله وصفاته أو كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الأخبار الماضية والمستقبلة. لا، المخلوق لا يعلم ذلك إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض.
الكرسي مخلوق، الكرسي مخلوق وهو أعظم من السماوات، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا في سبعة دراهم ألقيت في كرسي. الأرضون السبع، السماوات السبع والأرضون السبع في سبعة دراهم ألقيت في كرسي. إيش نسبة الدراهم إلى الكرسي؟ تكون الدراهم قليلة بالنسبة للكرسي، والكرسي فسر بأنه الأرض الواسعة، أو فسر بأنه ما يستجن به من السلاح. والكرسي، الكرسي على عظمه وسع السماوات والأرض، بالنسبة للعرش كحلقة في أرض ثلاث، كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. لو جبت حلقة وألقيتها في أرض ثلاث، ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاث؟ تكون صغيرة جدا. فالكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كالحلقة إذا ألقيت في أرض ثلاث. فالعرش أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على العرش وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمته هو سبحانه وتعالى؟ هل يدل على عظمته سبحانه؟ وسع كرسيه، والكرسي غير العرش، عرفتم أن الكرسي غير العرش، وأنه جاء في الحديث أنه موضع القدمين، موضع القدمين جاء في الحديث. أما من فسر الكرسي بأنه العلم ونسب ذلك إلى ابن عباس وسع كرسيه أي وسع علمه، فهذا قول باطل، هذا قول باطل. فالكرسي غير العلم، كرسي مخلوق، والعلم غير مخلوق، كرسي غير العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ كيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرشه يعني يشق عليه، ولا يؤوده يعني يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهم. فالله هو الذي يحفظ السماوات والأرض، يحفظ العرش والكرسي، ويحفظ السماوات والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يقيتها سبحانه وتعالى، يحفظها من الزوال ومن الاضطراب ومن التغير ومن الخراب، هو الذي يحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والأرض ومن فيهن كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لتدكدكا وأهلك بعضها بعض. وقد يرى الله بعض عباده شيء من اختلال الكون من أجل أن يستعير كسوف الشمس وكسوف القمر، هذا من التغيرات التي يحدثها الله من أجل أن يستعير، أن الله قادر على، وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمر. كذلك الزلازل وهي ارتجاف الأرض التي إذا حصل يعني ثواني، ما هي دقائق، ثواني قليلة، إذا ارتجت الأرض هلك عالم كثير وخرب ديار كثيرة ورويعت أمم عظيمة في ثواني فقط. من الذي أمسكها عن هذا الزلزال وهذه الحركة إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فليس معنى أنه مستو على العرش أنه محتاج إلى العرش، أو أن كونه فوق السماوات أن السماوات تقله أو تظله سبحانه وتعالى، بل العرش والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها
وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى، وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد ليست لحاجته هو سبحانه وتعالى، فإنه غني عن خلقه كلهم، العرش والكرسي والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجون إلى الله، والله غني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هذا الخلق، وإنما خلقه لمصالح العباد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الآية بوصفين عظيمين، وهو العلي العظيم، العلي على خلقه سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أقسام: علو الذات فوق سماواته على عرشه، هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وعلو القهر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الخلق ولا يخرج أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يشد أحد عن إرادته سبحانه وتعالى، هذا علو القهر. فالثالث علو القدر، فهو الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى ولا أعز منه سبحانه وتعالى. فمعنى العلي أي العلي بذاته، العلي بقدره، العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. الجهمية وتلاميذهم ينفون النوع الأول وهو علو الذات، ويثبتون النوعين الآخرين علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأنواع الثلاثة، ولهذا أطلق سبحانه قال وهو العلي، هذا إطلاق يشمل جميع أنواع العلو، فمن حدده فإنه قد ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول العلو المطلق كما دلت على ذلك الأدلة، العظيم إذا كانت هذه المخلوقات كلها، كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الواسعة كلها بالنسبة إليه شيء حقير، ليست بشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها وهو الذي يقيسها ويقيمها، فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، فلا شيء أعظم منه جل وعلا. ففي هذه الآية جمع الله بين النفي والإثبات. نرجع لها قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا نفي أليس كذلك؟ نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفي وإثبات، أحسن تقول الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يؤوده حفظهما هذا نفي، وهو العلي العظيم هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ثمان جمل، فيها ثمان جمل، بعضها نفي وبعضها إثبات، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، لعظم هذه الآية، من قرأها في ليلة عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على
زكاة رمضان. زكاة رمضان تجمع وهي والله أعلم الفطرة فيما يظهر أنها فطرة الصيام في آخر الشهر، جعله حارسا على زكاة رمضان مجموعة لأجل توزع على الفقراء. فبينما هو في الليل إذا أحس بشيء يحثو من الطعام فجاء وأمسكه فقال له إنه صاحب عيال وذو حاجة دعني ولا أعود، فتركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة فرحمته ووعدني ألا يعود. قال: لقد كذبك وسيعود. أخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل، هذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الليلة الثانية جاء وفعل مثل ما فعل الليلة الأولى، فقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكن وعدتني ألا تعود؟ فذكر له الحاجة والفقر وتعهد أنه لا يعود فأطلقه، رحمه وأطلقه. فلما كان من الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له مثل ما قاله الأول، فقال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء فأمسكه أبو هريرة وقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث مرة. فقال: دعني وأعلمك أو أخبرك عن آية إذا قرأتها لم يقربك الشيطان حتى تصبح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: لقد صدقك وهو كذوب، لقد صدقك وهو كذوب، مع أنه من عادة يصدق، لكن هذه المرة صدق، لأن هذه الآية من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. هذا شاهد لقول الشيخ التي إذا قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والشيطان هو العاتي من الجن أو من الإنس، الشيطان هو العاتي المتمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب، من شاط يشيط، شاط الشيء يشيط إذا اشتد، وقيل من شطنا يشطن إذا بعد، لأن الشيطان بعيد عن الرحمة، أو من شاط يشيط لأن الشيطان فيه شدة وشيطان من الشر، ويكون من الجن ورأس الشياطين إبليس، ويكون من كفرة الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غيره من الجن، ويكون من الإنس أيضا، يكون من بني آدم شيطان، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدعاة الضلال شياطين، دعاة الضلال والإلحاد الذين يسبهون على الناس، هؤلاء شياطين يضلون الناس، شياطين الإنس والجن. بدأ بشياطين الإنس بشدة خطرهم، لأنهم يأتون الناس بصورة آدميين وبصورة ناصحين وبصورة إخوة، وهم في الواقع غشاشة مضللون، لذلك خطر شياطين الإنس أشد من خطر شياطين الجن، نسأل الله العافية والسلامة منهم جميعا. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما من العوالم، كلها ملك الله جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد. نعم. اللغة يا أخي، القرآن يفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم. أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة،
رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يحسن من قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات على قدر من ختم القرآن؟ لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص.